قلنا حل على وجه ربي، على وجه ربي يا شيخ، وجه ربي. عيشة، هذا عمار، السلام عليكم. احترامات من عيشة. شراك لاباس؟ لا باس عيشة. الحمد لله. عيشة اخويا جبناك، جبناك وجه ربي، ديرنا حل لكم ديك انت والجنت الحوار على وجه ربي يا سيدي. اذا تحبون نبكي ولكم نبكي ولكم. أكيد تمش كده عمار. اسمع والله العظيم والله. اسمع، أنا نشكر هذا الصفحة اللي توصل الانشغال تاعنا والمناضلين اللي يتابعونا في القضية الكبيرة والصغيرة على المستوى الوطني. هذا النضال، هذا النضال، والله هذا احنا راني ما راناش سبحان محبسين. الله، اسمع لي عمار، راك تسمع فيا ولا والو؟ والله غير الدموع ما يتاحوا، والله ها والله غير ديروا لنا حل هاي اخر. تسمع فيه. اني نسمع الصوت عيسى راه منكم، يمشي يمشي. السلام اني عليكم. نسمع مليح مليح اصبر ما نهضر معاك. اسمع عمار، اخوي. السلام انا عليكم. المناضلين اللي سمعوا فيا انا في الصفحه هذه، هكا تسجيل الصوت ما عندكش صوت، ما عندكش صوره. ها هو هو اللي هكا. عيسى عمار يا اخويا راك تسمع فيا. السلام عليكم. سلام. واش عيسى؟ لاباس؟ صلاح صلاح. لا لا صلاح لاباس. صباح لاباس يبارك فيك. ما مشيتش الصوت هذا، وي الصوت تاعي يسمع مسموع. الو. او مليح مليح عيسى. كان يسمع فيك عيسى. ها هي راه هذا. عيسى هذا صلاح، هذا راني نسمع. وي صلاح ما تبدلش بلاصتك يا صلاح. ايه هضر، ما تبوجيش، ما تبدلش البلاصه، راني نسمع. الو عيسى. الو راني نسمع هكذا، هضر ما تبوجيش يا صلاح كي تعود تهضر، راح تبدل البلاصه. الو عيسى الصباح اتصلت بك ولا ما اتصلتش؟ صلاح عالم. ايه هضرنا صلاح، ليه هضرنا؟ ما نهضروش انا في الفيديو هذا. عيسى عيسى. اه وي راني نسمع. هاي صاحب انت كش ما عندك مشكل معانا؟ ما عندي حتى حاجه، علاش الصباح انا نهضر والبارح احنا نهضر؟ يا اخي الصباح كل دقيقه نعيطوا نحكيو مع بعضنا ولا؟ ها ايه وتحكي مع جمال ومع سيدي علي ومع حكيم نورمال؟ هيك نورمال. ايه وراه البروبليم كيفاه انت يا صاحب؟ انت يا اليوم المناضلين 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 اللي كانوا في الاعتصام خرجوا علينا دعايه، قال لك حنايا في الاعتصام ولجنه الحوار في دار ابراهيم هم يتفاوضوا في دار ابراهيم، اسكو كاين من هالشي هذا ولا ما كانش منه؟ ايوا ما كانش، كنتو نتوما في واحد البلاصه انا على بالي بها. وين كيفا عيسى؟ مي ماشي في دار قلت لك كنتو في بلاصه انا على بالي وين، مي ماشي في دار ابراهيم. هاي احنا اليوم احنا لدار ابراهيم تفاوضنا. يا صلاح اخويا، يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح اخويا، يا صلاح اخويا خلينا خلينا من المعوقين. يا صلاح على والديك خلينا من المعوقين. يا صلاح عيسى عيسى الصباح قلت لك ارواح الكاكا ونقعدوا ونخرجوا. على بالي على بالي، خلي ما تهضرش هنا في الفيديو. شو اللي هضرناه؟ باش باش نبينوا المناضلين عيسى، احنا الناس يتسقفينا. ما تبين ما تبين ما والو، اللي موالفي خرج موالفي خرج، واللي موالفي يبان ويبان، واللي مش موالف درك واحد يهضر. انا ما نقدرش نجاوب على 100,000 في الفيسبوك هذه. ما لا يا عيسى عيطنا حنايا انا في العاصمه هنايا. عيسى 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 راني نسمع في العاصمه حنايا انا في العاصمه واطلع انتيا روح نتلاقاو وعيط للناس يخرجوا وحنايا نديروا للناس ميساج نخرجوا ولازم الليله غدوه الصباح نخرجوا ان شاء الله. لازم عيسى لازم ما فيهاش روح اخويا نتلاقاو ونقعدوا كل مع بعضنا حنا سوا ونقدموا لقدام. اسمح لي اسمح لي يا صلاح،
عيسى الحمد لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي بان الخيط الابيض من الاسود يتسمى راكم احباب ما عندكم والو بيناتكم على وجه ربي ديروا لنا حل على وجه ربي على وجه ربي يا عيسى راكم احباب في بيناتكم ديروا لنا حل يرحم والديك عمار انا اسمع عمار عمار عيسى دقيقه برك عيسى برك عيسى عيسى اناني جمال اناني نقول لك عيط للمناظرين يجيو للعاصمه واناني ماشي مروح وكون نروح انا ما زيدش نطلع والله ما بقيت ناظم يا اخي هضرنا الصباح هي قولوا هي قولوا هي الو انا معك عيسى هضرنا الصباح هي خلاص انا ما نعاودش الهضره هضرنا خلصنا اي بس او معك سيد علي او معك سيد علي السلام عليكم سلام ورحمه الله سيد علي لاباس واش راك يا عيسى عمار لاباس خالتي لا باس لا باس سيدي علي بارك فيك واش عيسى والله لا باس سيدي علي بارك فيك والله يا عيسى ودوكا الحقنا لواحد الوقت اللي ما بقاتش القضيه تما خلاص واضحه وضوح الشمس واضحه شويه بالملف عسكري واحد يدو 5% الناس قنعت تما يا نكملوا يا نعاودوا نقعدوا كما الفانتروا نهار تاع الفانتروا وننساو كاع نفاسو كلش الابيض انا نقولها قدام الناس اللي جبدوا كارني ابيض ما تقول لي لا كان فلان لا دار فلان لا صنع فلان لا والو نقعدوا قبل الفانتروا كما كنا قاعدين قبل الفانتروا في باري اذا نقعدوا بهذا الامر ونروحوا نتحداو ماشي الدوله نتحداو لا هاي كاع نتحداو العالم على حق الزواوله والله ريدينا مفتوحين كي البارح كي اليوم كي دائما وكاع الناس الكل رانا كاع الناس لازم يجي كاع الناس تحضر نجيبوا حق الزواوله صحه ومليح كان حابين كل واحد يقول انا فولي طيب ربي يعاون كل واحد يا خويا كل واحد يعرف اني جبت سويتو حنا رانا وعدنا الناس الناس اللي قالت تسوينا وقالت كذا خويا كاينه روح الى عارفك راجل روح خويا غدوه معايا لابوست كاينه ريلوفي ريلوفي تاع اللجنه كل يخرج تشوفوا العالم اللي كاينه الف راك دخلت في السي سي بي وريها لي وحنا الناس هضرت فينا وهضرت فينا حنا خرجنا من الفيسبوك ما خرجناش من الواقع خرجنا من المواقع باسكو المواقع دخلوه الناس اللي يعرفوا حبوا ينشهروا وحبوا يبانوا ربي يعاون كل واحد عيسى القضيه اللي لازم لها رجال ماشي لازم لها اسم ماشي لازم لها اصحاب المواقع خويا انا رانا نقول لك باللي حنا خاوه وانت تعرف والناس باسك الناس ما تعرفش انت على بالك باللي حنا خاوه بصح الناس هي ما تعرفش يا عيسى الناس ما تعرفش حطتنا باللي السبب اللي سيد علي مع عيسى ولا صلاح ولا بوناب ولا فلان ولا نعاودوا نقولوا له 23 قبل 23 الناس تاع 23 تحضر كومبلي ما تقول لي هيكله ما تقول لي كذا القضيه يعرفها الجميع بلا هيكله ما يعرفوها كاع الناس خويا يدنا مفتوحه ارواح نقعدوا ونشوفوا حل الدوله هذه اللي راك تلعب بينا يا خويا اذا حابين يجيبوا بينا الموندا الزوجه وانت عارف هذا الشيء ومن بعد يساوموا التسويه تاعنا بالموندا خويا قولوا لنا قبالة باللي راح يساومونا يساومونا للموندا الزوجه تاع الرئيس الى ولا البطال اللي في عمره 19 سنه يضرب الهريكه يضرب الصاروخ يطولو زوج ملايين بلا ما يناظر راقد في الدار يدي زوج ملايين وحنا لازم لك الخبره ولازم لك تفوت ولازم لك الدور ماشاريال ولازم لك تنحي الثروه ولازم تعرف دليله ولازم لك تعرف اللي راجلها يعرف ولازم لك كذا خويا حنا جاب لي ربي الى حنا رجال ماشي هذو الناس خير منا ما همش خير منا باش يتسواو هذو تاع 19 سنه يتسواو وانا نتفرج فيها هذا الداب لا نضال داز زوج ملايين وانا نتفرج فيها وصلاح هي احنا مازلنا عيسى فيه والاخضر فيه وسيد علي فيه واللجنه خانت واحد خرجوا لنا واحد الناس يطرقوا كل البلوط عاي عاي عيط ولعبها لي بطاطا خشينه ومن بعد يروح يدير منشور ومن بعد انا ننسحب من القضيه ومن بعد عاي عاي يا ودي رانا عرفوكم باللي انتم ما كاين والو انتم ماشي تاع قضيه انتم تاع شويه حمص وخلاص تطرطق عليا ما نطرطق عليك يا خويا قضيه لازم لها نيفو عالي لازم لها مستوى راقي ولازم لها ناس محترمين لازم لها الناس تعرف توصل لازم لها الناس عندها الحجه على وزاره الدفاع وراك تسمع عيسى خويا رانا نقول له قدام الناس بالحجه وبالبيان خويا روح نقعدوا الحق الزوم راه في اللعبه خويا رانا سكتنا بزاف انا غدوه صباح راني عندكم الذنب الجاير بربي ان شاء الله باذن الله وتحيه الرجال وتحيه الرجال وتحيه دم الشمل مكره في العديه هذه هي سيد علي انا نسمع فيك عيسى نسمع فيك شوف لي يا سيد علي هذه الخرجه اللي خرجوها
نحسبوها المناضل مزعف وخرج ودار ودار شي اللي قدر دار ودار وخرج ووصل النداء ها صح راك تسمع انا معك حنا نقولوا اللي خرج هذا البارح والبارح نقولوا له بارك الله فيك شارك بالشي اللي قدر كاين اللي بالاعلام وكاين اللي في الميدان وكاين وكاين قول لهم بارك الله فيكم هذه كامل لصالح القضيه صح انا الخلافات ما نهضرش عليها انا نشوف القدام ان شاء الله كيف نديروا الا كان سيد علي تسمعوا لي واش راني نقول الناس اللي طلعت للعاصمه وماش في كتيف كبير ولا نتوما موالفين تما ولا بولال ولا بيطامو معاك وحجيله والجماعه اللي معاكم انا نقول مبارك الله فيكم من المنبر هذا اعطيو اخلاء المكان المره هذه راس الشهر هذا ان شاء الله الاسبوع الاول تاع اكتوبر هذا نتلاقاو ونديروا فيها راي ونخدموا عليها تاع الشهر تاع اكتوبر ان شاء الله ونتلاقاو بالصوره والصوت ان شاء الله معليش يكون التنظيم مليح اسيدي ونعاودوا نتنفسوا شويه ياسر يحضروا الناس الفعالين في القضيه كامل المناضلين البارزين وتكون خطه وبرنامج عمل ان شاء الله في شهر تاع اكتوبر ان شاء الله يجيب نتيجه على الله هكذا سيد علي على الله ان شاء الله على الله يا خويا واللي خرجوا هادو كلهم مبارك الله فيك مشكورين وبارك الله فيك صحيت بالك الكليمه ما تساعدهمش بالك المضرب بالك تفرقوا بالك ليسونسييل هما الشيء اللي قدروا داروه مقدموه في سبيل القضيه باه تريقل وباه تسوى الناس كامل وديو 10% ونروحوا للتسويه ونروحوا المهم نقول لهم بارك الله فيكم اي واحد شارك باي شيء عنده نتلاقاو ان شاء الله يدخل الشهر هذا تاع اكتوبر وان شاء الله يكون برنامج مليح ونخدموا على القضيه تاعنا لازمنا نتسواو الميدان حنا ما لناش محبسين الميدان هذا حنا ما نحبسوش حتى نديو حقنا وحنا على بالنا بالعواقب وعلى بالنا بالحبس وعلى بالنا بالمتابعات وعلى بالنا بلا سيرفايونس وبليكوت واوا هذه نعرفوها ليسونسيال حنا على حقنا ان شاء الله مام الواحد كي يخرج يخرج شريف وكي يدخل الحبس يدخل شريف راه يحوس على حقه يا عيسى انا النظام اسمح لي برك حديثك هو الكبير قطعت لك الكلام عيسى او ما بقاش الوقت واكتوبر هذا وكيف فوت اكتوبر خليني نكمل لك باكو بعد هضر نسمع ما تبوجيش باه نسمع الصوت عيسى حنا ما بقالناش الوقت والتنظيم هذا عيسى احنا عندنا قدامنا وحنا ننظموا والناس الفعالين عيسى قادرين نتصلوا بهم الليله بالتليفون علاه نزيدوا نطولوا فيها شهر عيسى علاه مادام الناس في العاصمه والمناضلين في العاصمه علاه نزيدوا نخليوها لاكتوبر ولا نوفمبر نخرجوا بين اليوم غدوه خليني نكمل لك يا عيسى احنا ما نشوفوش الشيء اللي ساعدنا احنا نشوفوا الشيء اللي ساعد المناضل صحه مانيش نحكي المناضل اللي يطعن في الناس صلاح نعم اسمع لي تفضل هذه الخرجه درك يعرفها العام والخاص وخاصه السلطات الامنيه ايه فهمني مليح وراه مجنده بقوه وخاصه على المشارف تاع العاصمه وفي لوتورود والطريق يعني هذا اللي راح تعيط له انت ممكن ما يوصلش في 4 أيام بيوصل لعندك خلي هذه يعني قلت لك الناس هي خرجت هذه الخرجه لازم الزمان والمكان وخاصه الوقت نحافظوا عليه كي نقولوا تلاقاو بالوقت ما كاينش اللي يفوت الوقت كي نقولوا الساعه هذا هو الميدان يقول هكذا اما درك واحد يديماري في الليل واحد تاع البك بلي البراجات بزاف وعلى بالك السلطات الامنيه راهي سيطرت شغل العمليه مكشوفه خلاص فهمتني خلي الخطه الجايه ان شاء الله ما تكون لا في الفيسبوك لا بالفيديوهات لا والو وان شاء الله تطمر وماشي تاع الفيديو هنا بان نهضروا في الفيديوهات عيسى مع كمال بوزيدي اذكر على كمال بس اذكر على الدين كي نقول لك انا تنجح الخطه
هم يسمعوا فيا في اللايف هنا كيقول لك انا الخطه تنجح لبغى باربع نقاط، المهم في العاصمه تكون داخل، كيقول لك تصلح تصلح. اذكر على ربي احنا رانا واجدين ان شاء الله يتسواو. مي صحيح لازم لازم الرجاله ان شاء الله باش تسوى. ان شاء الله نروحوا للتسويه لازم الرجاله نسمعوا لبعضنا هذا ماك. اذكر على ربي احنا رانا واجدين. ان شاء الله تهلاو في رواحك كما كما. هاي السلام عليكم. اعطيونا كلمه برك، اعطيونا كلمه نهضروا مع المناضل. يا المناضل يا المناضل اللي راه تخرج لك وقاعدين تسبوا. هذا راهم ليزونسيا وعلى بالهم واش راهم يحكيوا في بعضهم، وقبل ما يدفعوا في اللايف قال لكم رانا كنا نهضروا مع بعضنا وراهم يهضروا مع بعضهم، خليهم يخدموا اخوتي على خرجه صحيحه. الخرجه ماهيش بالشوارب ولا روح درك ونجي، الخرجه راهي بالنقطه والثبات كي يعدنوها هما. احنا تما في البلاصه يا مش انا في البلاصه تصعيب لي تقول لي واش كاينش فيك تيب ولا كيما داروا لي اليوم هذوك ما يلحقوش الف ما نروحش. وكلمة ليك مبارك الله فيكم سيد علي وصلاح وحكيم حجيلة وجمال بولان وكمال بوزيدي وعيسى شامخ، بارك الله فيكم أخويا. ورانا جددنا الثقة فيكم من الليلة هذه، رانا جددنا الثقة فيكم أخويا. اخدموا ربي يسال عليكم واش تقولوا رانا معاكم. قبل ما رحت نقرا لي والله هكذا صلاح. يا خويا شو نقول لكم انا يا السلام عليكم عمار وسمحوا لنا مش طوبينا رساله، سمحوا لنا بزاف. صباحا سلام سلام عليكم صباح سلام ايديك باي باي. ها التسوية 22 في 11 انا رحت نقرا اليوم بسمي قبل ما نعرف نقرا اليوم انا شكرا اليوم سندو بالبركه ان شاء الله تمشي وتخرجي طبيبه ان شاء الله. قولي باليد تولي اليد باليد ونجيبو التسوية ونجيبو التسوية. باي باي صلاح. باي باي صلاح. عمار دقيقة عيسى صلاح. نعم اي الملكات اي تشهد عليكم اليوم الدين قالت لكم اليد باليد ان شاء الله اخويا. وعيسى اسمع عيسى، عيسى هو كيخونا ولكن في افتعالات بينا بين عيسى ما كاين والو من قبل الوضوك ومن بعد والله ما كاين والو. والله يجعل المشطوبين كل فرحانين ان شاء الله كي نهار اليوم. واش نقول لكم وسمحوا لنا لكن قصرنا احنا في حقكم. وهذه هي والسلام عليكم وصحة عشاكم وصحة عشاك عيسى. ربي يحفظكم بارك الله فيك يا صاحبي. الله ايش لا يسلم عمر. انا المهم نقول بارك الله بارك الله فيك هذه صلاح. سلام. شوف بارك الله فيك انت وسيد علي وجمال بولان وعبد الحكيم حجيله وكمال بوزيدي اللي معكم ذم بارك الله فيكم. راكم وفيت وكفيت ولا كاي يقول انا ما نعرفش انا العربيه البسطاء. والله يعطيك الصحة عمار يعطيك الصحة والله العظيم. المهم عمار انا راك تسمع فيا انا نسمع. المهم بارك الله فيك بارك الله فيك ويجي الخير ان شاء الله عمار ما تقلقش. الصراحة اخويا فوت لنا حجينا يقولنا كلمة وحجينا ومريض خليه يركز شويه. اي فوتو او تعب اي فوتو ودي يقول اي بدي يقول لنا غير تصبحوا على خير برك ويروح. يعني هذا سمعك فينا انا ومريض او مريض والله او عيين شويه. ها سيدي علي يقول لكم تبعنا. والله يا خوتي والله غير واش تحب دير خلي على خوتي ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نبقى نسعوا هكا غير فرج ربي سبحانه. ان شاء الله ان شاء الله سيدي ان شاء الله بارك الله فيك ربي يحفظكم ان شاء الله خوتي. هيا تعيش هيا تصبحوا على خير عمار نتلاقاو ان شاء الله نضرب في التليفون ان شاء الله. عيسى ربي يحفظكم اخويا ان شاء الله بارك الله فيكم. هيا تصبحوا على خير الله في ارواحك. صح عيسى صح.
خوتي الحمد لله كي لم الشمل وشفتي واش كاين ربي يجيب الخير وتحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية الجزائر والخطرة الجاية أقسم بالله أنا عندي تفاؤل كبير كي يطلعوا مع بعضهم وهضروا والهضرة هذه مع بعضهم أقسم بالله العظيم غير نديروها تغلي والله 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 ثلاثة خوتي كونوا صابرين خوتي وربي يجيب لنا الخير إن شاء الله هذه هي والناس اللي تضحك هي تاع الزفرة مبينين هذه هي هذه هي اخويا الحمد لله كي تلم الشمل الحمد لله يا ربي الحمد لله مني كان القلب صافي والقلب بيض الحمد لله وجابهم ربي في لايف نتاعي هيك بتمسخيره هم طلعوا في اللايف وهضروا وبحسن نيتهم وقلبهم صافيه وقالك ما عندنا حتى خلاف مع بعضنا وربي يجيب الخير قالك طز عمار اروح تشوف وكنا عاد طز اروح امشي انا نكره العباد المعوقين اروح اروح امشي روح تلعب على روحك ابويا امشي خوتي لي في الميدان دركا لي في الميدان بارك الله فيكم اللي نعرفه ولا اللي ما نعرفوش ربي يحفظكم ربي يحفظكم وبارك الله فيكم على المجهودات والتعب نتاعكم اللي تعبتوه سامحونا ياسر خلاص ربي يطول عمركم ان شاء الله واللي فيه الخير يجيبها ربي ان شاء الله يا وليد ان شاء الله وقال لك اخويا اضركوا ما في بعضهم يديروا حل هذه تفهمتوا على راس المشطوبه هي في الامان اي انت الله في روحك انت ديما رومبو انت ديما رومبو لو كان قاري خرجت مع الرجال انت ديما فيك تشراك الفم امشي رانا قلنا الناس اللي في العاصمه روحوا تروحوا خليوا الرجال تخدم الخرجات الوهميه هذه راهم ما همش خرجات اخوتي هذا هم اصحاب القرار نتاع الخرجه هم تفاهموا ببعضهم خليوا الناس تخدم تربح هذه الناس اللي في العاصمه يروحوا يروحوا وبارك الله فيهم وسمحوا لنا على تعبهم واللي فيها الخير يجيبها ربي ان شاء الله هذه واش دخل صوابه اخويا خضره فوق عشاء شكون اللي قالك خضره فوق عشاء كشما اللي جبد صوابه ياك انتوما اللي تزيدوا الطين بله صواب خونا يقعد خونا سبحان الله العظيم تما هو ما هضرهاش صواب ما هضرهاش تهضرها انت في بلاصتو هذا كل باش نهضر فيه ولا يهضر فيه واحد اخر فوتوكم من التعليقات السلبيه هذه سبحان الله العظيم علاه درت انت واش نديرو حنا فيكم غير تشراك الفم وتزيدوا الطين بالله برات لا حول ولا قوه الا بالله كما اللي قالك صواب خضره فوق عشاء هذا كل باش تغلطونا نهضروا في الناس لا لا وليد لا لا وليد اخويا وليده وليد ميلانك صاحبي اخويا اللي فيها الخير يجيبها ربي ان شاء الله هذه كيما واحد ما هضر على صواب اخويا ما هذو هما اللي يديروا كلش صواب ما يعيطوا لهما ما تعيطلوش انت ولا تهضر عليه انت صواب هما اللي يعيطوا له ما تعرفش النظر ريح ترونكي على صواب تبع انغولا هم هما اللي يعيطوا له مانيش انا اللي نعيط له ما تعرفش تعلق تقول ما تنساوش صواب صواب خضره فوق عشاء